توقعت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع ست اتفاقيات جديدة في مجال البحث عن الذهب وانتاجه خلال العام الجديد، كما كشفت الوزارة عن أن العام 2010 سيشهد بدء الانتاج المنظم من أول مصنع مصري لإنتاج الذهب بجبل السكري في الصحراء الشرقية بمعدل سنوي يصل إلى 200 ألف أوقية. وعلى صعيد اخر توقعت وزاره البترول النجاح خلال عام 2010 في حفر 520 بئرا استكشافيه وتنمويه للبترول باستثمارات حوالي ملياري دولار مع حفر 36 بئرا استكشافيه للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات تربو على المليار دولار.